السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ الفيديو يا جماعة الخير لا تنسون اللايك والاشتراك. المحقق رائد الجزء الثالث. تنويه بسيط يا جماعة الخير، الحلقة ما تنزل إلا إذا وافقوا الضيوف أو وافقوا اليوتيوبرز اللي يجون. إذا أحد مو براضي تنزل حلقة ما راح تنزل. يا جماعة الخير أنا متواجد الآن في موسم الجيمرز، باقي أسبوعين وينتهي الموسم. يا جماعة لازم أشوفكم كلكم متابعين اللي أحبكم، لازم تجون تحت الرابط بالوصف اللي يحجز بيطلع لي اسمك. اسمك بيطلع لي انك انت اللي حجزت. ما ودي اطول عليكم يا جماعة، خليكم على المقطع. حياك الله ابو عبير. الله يبقيك يا حبيبي. طيب خير يا رب لك الحمد. ابو عبير جاهز ولا مو جاهز؟ انا ما ادري والله العظيم اني خايف، لكن ان شاء الله انه جاهز. ما في شيء يخوف عندي، ما في شيء خاص، ما في شيء حاجة. لا 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 ان شاء الله امور طيبة كلها تمام. تماما طيبة يا رب. طيب ابو عبير من وين ابدا؟ ابو عبير مصدر الدخل عندك وين؟ ودي انا اعرف يعني، والجمهور يعرف من وين ابو عبير وش مصدر الدخل حقك. تكلم عن نفسك ولا طوالك؟ انا بتكلم عن نفسي. انا يوتيوب حلو، والبثوث يعني اخر بثري برمضان، سواء بالتيك توك او بتويتش اخر بثري برمضان، فيعني غالبا اليوتيوب. انت يا ابو عبير؟ انا نفس وضعك بالضبط، تويتش والان موجود في كيك عشان الواحد يكون كيك الان يب، واليوتيوب فقط. نعم. حلو جميل. لكن طحت بفخي والله يا ابو عبير. ايش في؟ طحت بفخي والله. يعني انت مصدر دخلك اليوتيوب والكيك؟ يب. حلو. طبعا الف مبروك دخولك الكيك يا رب. الله يبارك فيك. الله يوفقك ان شاء الله. الجميع ان شاء الله يا حظهم. حبيبي انت والله العظيم من البطاقات الرابحه جدا. الله يسلمك. والله العظيم ما اكذب. شكرا. طيب ابو عبير، اذا مصدر الدخل عندك اليوتيوب والكيك والملعب اللي عندك يا ابو عبير اللي الجمهور ما يدري عنه والكوفي. ينام بابير عندك كوفي وتطلع منه اكثر من اليوتيوب واكثر من الكيك. تقدر تتكلم بابير تفضل. شوف انت الحين مطلع عندي زي كذاب. لا لا مو كذاب. لا لا اسمع بس انه انت ممكن نسيت، كلنا ننسى. مو مساله انسى، انا اعطيك اياها بالتفاصيل. ممتاز. صح، في عندي ملعب في مكه. حلو. وفي كافيه. ما شاء الله اسمع. تبارك يا اخي ما شاء الله عليك بابير احسن. تفضل. يا اخي اسمع، اول شيء الكافيه ما هو لي الاخوان، بس يعني انا معاهم كذا يعني حب حلو. يعني ما في على قولهم شيء على قولهم بشكل مباشر، لكن الملعب حقي انا واحد من الشباب والامور طيبه والحمد لله ومترى من قبل اليوتيوب يعني. ممتاز. بس يقولون الاكثر لك يعني 70% و 80% لك. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن الله يزيدك. طيب ليه ما علمت الجمهور؟ انت من علم كل شيء الله يهديك. الامور عندي كلها، امورك كلها عندي ابو عبد. حلو. ليه ما علمت الجمهور انه شباب هذا ملعبي تعالوا؟ الملعب ما شاء الله شغال اخر حلاوه، حتى ما يحتاج اعلانات، ما يحتاج شيء. ممتاز. ماشي زي اللوز واموره سمبتيك ما شاء الله. ايوه الحمد لله. فما يحتاج حتى اعلانات، وعشان كان معي اكثر من شخص برضه في الملعب، ما يحتاج انه يعني اركز عليه على قولهم بشكل واموره ماشيه وزي الحلاوه وما يحتاج الاعلانات يعني. في اشياء جديده بتصير شيء ماشي؟ ممكن هذا الشيء ترى ما تكلمت فيه، لانه حتى كنت نفسي اصور انه على الملعب وهذه الامور، لكن قلت اجلها ان شاء الله عشان لو انه باذن الله حيكون في فرع ان شاء الله ثاني في الرياض باذن الله. ما شاء الله ان شاء الله اذا الله يقولون خلص منا 50% 40 ما شاء الله. الله يوفقك. لازم تعزمني. كلكم حياكم الله، طالعين كلكم حياكم الله لو فكينا ان شاء الله. تم باذن الله. الله يعطيك العافيه. طيب ابو عبير ما ودي اطول عليك، انا كم صار لك سنه بتويتش؟ ممكن سنتين وشيء. ما شاء الله. سنتين ثلاث. ما شاء الله سنتين وشيء و الحمد لله. الكيك ما شاء الله. الله يوفقك. حلو. كم اعطوك الكيك؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي ما اتفقنا، نحن قلنا شيء شخصي لا تكفي راي. اي لا مو شخصي. اوكي مو شخصي. اي كم اعطوك عشان تجيهم يعني تترك تويتش اللي صار لك سنتين ونص وتجيهم كم؟ ما اقدر اقول عادي، ما اقدر اقول. اي عادي يعني. انت ما تبغى ابدا؟ ابدا ابدا، ممكن حتى اخاف انه لو اتكلم. هذا اخر سؤال ترى. بتجاوب ولا يعني مره ما تبي؟ تكفى لا تكفى 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 تكفى. لا تقول تكفى لاني انا والله ما ردك ابو عبير. حبيبي الله يسعدك. ما عندي مشكله، لكن خذ السؤال اللي بعده ابو عبير. طبعا اقدر ارجع للثاني لو انه ما عجبني الثالث؟ لا لا بعطيك الثالث خلاص، انت كنسلت الثاني الثالث. ابو عبير في ولد صغير طلع معك بالبث، قلت له اي دعم يجيني راح اعطيك، وصل الى 120 الف ريال تبارك الرحمن وحولته، لكن في كثير من الجمهور يقول لا اللي وصله 300 الف ريال. برد لي الان وتكلم. والله العظيم انه اللي وصل 110 تقريبا. حلو. لكن انا قلت عشان برضه عشان لا احد يجي يتكلم ولا شيء، ولا جيت انا ومساعد ونفس الشخص ومعاه اخوه الكبير
جلسنا ورحنا على البرنامج حق البثوث وحبه لا وفوقها تقريبا فوق 10,000 ريال راحت ابراء للذمه. وانا ما كان ودي اتكلم بهذا الشيء بس ما دمني جبته الحمد لله راحت كامله وزياده عليها تقريبا فوق 10,000 ريال وراحت الله يبارك لهم ويسر امورهم ويعطيهم العافيه. الله يبيض وجهك ويكتب اجرك يا ابو عبير ما قصرت. لكن للناس اللي جالسه تكتب او تظلم ترى ما يجوز يا جماعه الخير. ابو عبير انا اضمن لكم من عندي ان رجل مسامح راح يسامحكم لكن غيرك ممكن ما يسامح بتظلمون. اعطى 300 ترى بث محفوظ وموجود مقاطع باليوتيوب كل شيء. يعطيك العافيه ابو عبير الله يريح قلبك. تحقيق لله. بسيط الحمد لله جدا. ما قصرت. ما تبغى سؤال خلينا نشوف لك سؤال. لا 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 خلاص تكفى تكفى خلاص يعطيك العافيه. يعطيك العافيه ما قصرت. شكرا لك ابو عبير. مع السلامه يا حبيبي. حياك الله بندر. الله يحييك. نورتني والله في نهار رائد حبيبي. معلومات بسيطه يعني احتاج الصدق بس حبيبي. بندر لا تخاف بندر انت تعرفني انا ما اخاف. أكيد صادق معي. أكيد أنا صادق دائم معك. الله يسعدك يا بندر. بندر جدك فترة كنت تطلع من فالكون ليش؟ على طول كذا يعني. على طول. فالكونز يعني كان في شوية اختلافات يعني في طلبات ممكن أنا طلبتها وكذا في لخبطة كان فسبب يعني توتر شوية بيني وبين الفريق بس يعني الأمانة قدرنا إن نوصل لحل وسط. ناسبني وناسبهم وخلاص اتفقنا يعني فاهم. لكن اني فكرت صح اني اخرج بس ان الشباب ما شاء الله برضو متعاونين يعني هم ضحوا وانا ضحي للامانه. ممتاز بس حلو. طيب بندر في ناس كثير 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 مره يقولون بندر يوم كان زميل كان فلاوي مره مقدماته كان صوته عالي ورياكشناته وهو يلعب لكن بنحف تغير تماما ليش يا بندر؟ شوف اول شيء من الآخر أي شخص مسوي تكميم ترى يتغير. أول شيء تنقص فيتامينات الأرض من جسمك كل الفيتامينات كاد ما عاد في أي فيتامينات لا تلعب باللمبة والترتين فهذا أول شيء الفيتامينات مرة مرة أسأل أي مكمم أنه كيف الفيتامينات تلعب فيه. الشيء الثاني أسأل أي مكمم مثلا أنا عندي مشكلة حلقي صح. عندي الالتهاب في حلقي فما اقدر اني اتكلم بصوت عالي فالحل اما انك تسوي عمليه نجاحها نسبته قليله مع خطر انك تفقد صوتك للابد او انك تتخذ حل مناسب انه لا تتكلم بصوت عالي فخلاص لازم تعود نفسك. المشكله الثالثه انه اصلا اسال اي مكمم يعني انت تعرف والمتابعين يعرفونه اساله هل يقدر بعد ما كمم انه يضحك نفس الضحكه اللي تطلع كذا من بطنك تطلع ما تقدر. اتوقع كثير مره نفس الشيء يعرفون خاصه المكمم فهذا الشيء خلاني نتخذ بعض الاشياء اللي تناسبني وتناسب صحتي وبس ولا هو يعني نفس الشيء انا اشوف صح. ممتاز. بندر في مقطع ضرب قناتك مره يا بندر اللي هو مقطع الاكتئاب هل انت ادمان على مقطع الاكتئاب اللي نزلته ولا لا؟ لاني انا اشوف انه ما عجبك عكس العاده. والله يعني ما توقعت انك تسال الصراحه لكن يعني اروح سولف ابحث المايك لك فضل. والله كثير ممكن ما يعجبهم هذا الكلام بس اول شيء مقطع الاكتئاب افاد ناس كثير ناس كثير تعالجت صار يعني وعيت ناس كثير عن هذا الموضوع الخطير اللي اصلا ممكن كثير ما يعرفون عنه يعانون منه وما يعرفون هذا الشيء فهو له فوائد كثير وايجابيات كثير وناس كثير تعالجت بس انا عن نفسي كبندر صراحه اقول لك يعني اني ندمان عليه مره وهذه تجربه انا علمتني برضو انه لا تحكي معاناتك للناس لا تحكي اي مشاكل تصير لك لانه في ناس راح تذلك عليها للابد لو ايش الناس راح تتذكرني بس بهذا الموضوع انه الله بندر يا رجل مكتئب دلوع ما ادري ايش مكتئب يذلونك عليها مره ما حد راح يحس بالكتاب الا اللي جرب هذه انا كان اقولها وفعلا جربت لا من جد اي شخص يقول انه ما الكتاب كلام فاضي ما ادري ايش هذا يمكن يجرب ويعرف ويندم يعني حتى في تعليق جتني والله اني ما بالغ في شخص يقول لي انا اسف سامحني
اني كان اطقطق عليك انه ما عند انه الكتاب كلام فاضي ورحت وتشخصا عند اكتئاب تخيل. فانا المقطع هذا ندمان عليه صح فات كثير بس انه الشيء اللي انا بالنسبه لي حلو تعلمته انه لا الناس لا تفضفض لها ولا تقول لا هي شو خلك يا رجال لا هم الابتسامه ولك الحزن ايوه خلاص خلى امورك طيبه الشخصيه على جنب خلاص. الله يعطيك العافيه بندر الله يعافيك شكرا مره ما قصرت حبيبي هلا والله ابو ادم هلا وسهلا نورتني يا حبيبي كيف حالك امورك الله يسعدك طيب صف حلو لهذه انا محتاج اسالني ليش ليش لاني مجهز لك صفحه كامله لك خاصه والله اول شيء سمعتك سابقتك ما شاء الله ايه الله يعطيك العافيه فالله الله تكفى رفق علينا حبيبي ابو اودن اول شيء قبل ما نبدا ابيك تعطي تحيه لطلابك يا ابو اودن طلاب ايش طلابك طلاب اوه معليش نسيت ما ادري ان الجمهور ما يدري انك مدرس فعلا انت مدرس اعطي طلابك تحيه قبل ما نبدا يا رائد ما له داعي للامور الشخصيه عادي مو شخصيه دي مدرس طبيعي لا بس انا ما كاد المعلم ان يكون رسولا ما بيجي بس انا ما قلت قلت شيء للناس انا حتى تخصص الجامع ما قلت ممتاز لا ما نبي تخصص هذه حياتي الشخصيه عادي علم انك مدرس وش كنت مدرس اي ماده يا بودي ولا ما تتعلم اي ماده بعد تعرف بعد اي نعم اعرف يعني خل اسلم نفسي اي سلم نفسك اول شيء سلم عليهم اول شيء اهلا وسهلا حياكم الله نعم انا كنت مدرس رياضيات ولكني تركت المجال على اساس اركز على اليوتيوب متى تركته من سنتين تقريبا الله يوفقك ان شاء الله باليوتيوب ما كان ودي اصرع بس المحقق رائد ما يرحم اي لا طبيعي بالعكس البدايه انت بادي كذا يعني اي على طول لا اللي بعده اسهل اللي بعده اسهل خفيت وخاصه من كذا لا ما عليك ابو اودن في شيء مره معجبني فيك انا شخصيا رايد شو شيء معجبني فيك مره وشو التنويع بقناتك لكن كتبت شيء والله ما ادري كان هنا الشيء هذا ممكن بس يزعل غيري لا تبادي تنوع وتترك محتوى الانمي عشان كذا قاعد تنوع انت كذا تلمع لهم ما ودك تصدمهم برر لي ليش كيف تجيب الاشياء والله ليش انت تخبع قولنا لا 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 في عندك سلسله مره حلوه وانا استمتع وانا اشوفها اللي هي ايش بنك الانمي كنت تنزلها اسبوعيا الان يمر اسبوعين ما تنزل ولا حلقه منها هل هذه يعني بتصدمهم فجأة ولا ايش؟ بتجيب الاشياء عندي الامور كلها عندي لا مو منطقي تفضل اول شيء دقيقة عشان نوضح النقاط هذه لازم اتكلم صراحة يلا اول شيء انا ما راح اترك مجال الانمي بكل امانة مجال الانمي انا مجال احبه مرة ولكن انا اليوتيوب وظيفتي الرسمية وشغلي الاساسي صح زين فمطلوب مني جهد كبير فيه مجال الانمي نوعا ما مجال محدود وجمهوره محدود فانا لازم اكبر اوسع اكثر مش معناته اني راح اهمل الانمي لا بالعكس الانمي بظل احبه وبظل زي ما انا ولكني بنوع في المقاطع بيكون في جانب انمي نعم بيكون في جانب منوع نعم فهذا اللي ابغى اسويه تنوع ولكن بالنسبه لموضوع بنك الانمي راح تستمر ان شاء الله وسبب انها كانت صارت اسبوعين هو بسبب ان العيال مضغوطين في الشغل كل واحد عنده شغله ومضغوط صار اسبوعيا صعب ولكن التنويع انا مجبر فيه حلو طيب ابو اودن صدق انا بتكلم معك الحلقه الاخيره من ون بيس بعد ون بيس شو بتسوي والله اللي ما شوف انت بيها من ناحيه حاله نفسيه ولا من ناحيه شغل لا 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 نفسيا انا ادري انك تتعب واي واحد يحب الون بيس مره بيته لانه اي ما عمر شفت احد يحب ون بيس ما يشبع عقبالك ان شاء الله ان شاء الله لكن لو خلص ون بيس فهذه انا اشوف انه غلط انه ون بيس ون بيس ون بيس ون بيس صح عليك بيرفكت مره انه جالس تنوع انت ليش تنوع عشان اذا خلص ون بيس عندك محتوى ثاني بالضبط اما اذا خلص ون بيس قلت تلفت ون بيس من جديد للاسف ون بيس ما رد بينتهي ومستحيل اني اقدر استمر كل بدايه نهايه اي كل بدايه نهايه للاسف ون بيس قربت نهايته مره والكل يدري عن هالشيء خلاص ما عاد قال الا كم سنه سنتين يخلصها ولكن مجبور صراحه اني مجبور اني اطلع مجالات ثانيه مجبور اني ارضى كل الجماهير لان بكل امانه انا قاعد اقابل ناس كثير عندي في موسم هنا يقول انا ما لي علاقه بالانمي بس انا احب اتابع صار هذولي واجب علي اني اقدم محتوى يستعدهم وواجب علي اني اقدم محتوى يسعد حق الانمي فالتنوع هذا يعني مطلب ممتاز ابو عود الناس بتعرف شيء واحد اللي يحبك يحب كل ما فيك اللي يحبك بيحب اي محتوى انت تنزله اللي يحب اودن اما اللي يحب ون بيس بيقدر يتابع خلاص ون بيس بيمشي هذا عاد صح هذا ممتع عشانك والله الاهم هو المحتوى اللي يسعدهم ما يهم ون بيس او غيره حلو
انا ايه ما عندي شيء انا خلصت انا خلصت يعطيك العافيه ابو وادل الله يعطيك العافيه من افضل افضل من نجاح النجاح بعد قلبي طيب طلب بسيط بقالي 10000 على 400000 وبعدها 500 بعد المقطع هذا توصل باذن الله باذن الله على طول ليش اسالني ليش لانه والله ما اكذب اللي عندي ويتابعني يحبون يدعمون الناس اللي تستاهل قسما بالله الله يسعدك فانت محتواك جبار يعجبني سواء بالانمي وخاصه غير الانمي برضو انت نوعت يعني كاريزما وجميله جدا يا ابو اودي حبيبي والله يعطيك العافيه نشكر المحقق الاسطوري ما قصر حياك الله والله لك فينا شرك يا بعد قلبي لا ان شاء الله ما من شر ان شاء الله يعطيكم العافيه يا جماعه الخير لا تنسون اللايك والاشتراك اشتركوا يعطيكم العافيه وفي امان الله.